يخبرون عليهم ما يجوهم؟ دارة الكهرباء بمنطقة الحرية شنو دوركم؟ دوركم تخدمون الناس، دوركم تخدمون الناس. محولة هنا بعد ما ناشدونا احنا قلنا خلينا نسأل قبل نصور. أول حكايتين قالوا لنا المي والكهرباء ماكو، واير مقطوع هنا، يخبرون عليهم ما يجوهم؟ دارة الكهرباء بمنطقة الحرية شنو دوركم؟ دوركم تخدمون الناس، دوركم تخدمون الناس. محولة هنا، محولة مال الكهرباء تعرفون شو مسويها؟ مخزن يخلون بها غراض. محولة كهرباء مسويها مخزن يخلون بها غراض. وين وصلنا؟ وين وصلنا؟ بيت المسؤول بمنطقة الحرية الكهرباء يمه مثل الورد، يمكن حتى شارع متى ما بوايرات، لكن المناطق الموجودة هنا محولة ما تتحمل، محولة ما تتحمل تنفجر، ويجون يخابرون بهم يتصلون بهم ما حد يوصلهم ما حد يعبرهم، والمي هنا لسولف عليه. احنا اليوم ننقل الواقع اللي بالشارع، وهاي الناس راح تحكي اللي تريده. السلام عليكم. السلام عليكم. شلون صحة؟ الله يخليك. شلون الله يوديك. حياك الله. الله يحيي صحتك. شنو يصير وياكم هنا والله بهذا الشارع خاصة منا بهذا الشارع؟ كل يومية ثلاث مرات طق الكهرباء. عليها حمل؟ حمل، أكيد عليها حمل. بس المشكلة ايش جاي يصير؟ أو أمانة الله سواء حد يحكي حظه بخت. أنا جاي أنا بالنسبة لي لا أخاف ولا أستحي. أحكي لك هيك هذا الواقع حال. نخابر عليهم الولد يجون. بس يعني شلون حلول ترقيعيه؟ تلزق رحم الله والديك. بس ما عليه هذا الواير، هذا شايف هذا الواير؟ ايه؟ بس شوف انت، شوف ايش حاطين بيه منا اللي جاي ملزقينه. هاي وحده. ذاك اليوم انقطع، انا من الساعه بس 6 الصبح هنا لحد الساعه 8 الصبح مرابط على شنو الواير مقطوع بالشارع، خاف واحد يجي يلزمه ويموت. بارك الله. وحق لا اله الا الله ساعتين انا واقف يم الواير. خوش صلحوه، اجوز تقريبا ساعه بس 7 الصبح صلحوه، طق من هناك صلحوه، وصلوا لي جاي من هذا القاطع مال الكهرباء طق. همين ما اريد اسولف. المهم طق باوعوا علي شغله والسياره وراحوا. الولد احنا نخابرهم هم من هذول اللي كانوا عقود وصاروا ملاك، يعني ولد المنطقه جماعتنا، نخابرهم يجون. بس المشكله مو بيهم، انا راح اقول لك المشكله بيهم. المشكله وين؟ المشكله بالمدير مالهم. وحتى سالنا علي اسمه، يمكن على ما اعتقد سعد نصيف جاسم. اي ما يصرف، ما يصرف. وسالنا عندكم ولا؟ قالوا والله عندنا بس ما يصرف. يعني كيبلات موجوده؟ موجوده ما يصرف. ودزهم تلزق سواها؟ اي ومو هو دزهم عمو، مو هو دزهم. خلف الله على العالم والرجال هنا ابو ساره 50,000 مره اجى وناشد وكل شيء ماكو. احشي لك اياها هسه، انت اذا تبقى هسه فد شويه هسه الوطنيه ما موجوده، راح تجي الوطنيه لازم ما توقف يوم الكيبل. صعادات تصير. اي هسه هذا 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 طاق 6 مرات، هذا طاق 3 مرات، هذا طاق 3 مرات. هاي وهاي ما عدا شو اسمه القاطع اللي يصير ببطن الكابينه كم مره ينباك. قلت لي على الكابينه. ايه؟ الكابينه مسويها مخزن. هاي مخزن. هذه كابينه يسووها مخزن. لا مو هيك، انت هاي كابينتين، هاي وحده مخزن، هاي مخزن والثانيه يجي للسامع مزبله. شفتوها يجي للسامع؟ شفتوها ولا ما شفتوها؟ بس ملينا يعني امانه الله ملينا يعني